بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية طلاب مادة المجرد واحد ومحاضرة جديدة في المادة. ورح أبدأ من حيث انتهينا في المحاضرة السابقة. إذا تتذكروا آخر شيء درسناه في المحاضرة السابقة كان الجروب اللي كونتها من تماثلات المربع. نتذكر كيف كوناها؟ هاي عندي مربع، وهاي O هي مركز هذا المربع، يعني نقطة تلاقي محاور التماثل. فقدرت إني ألاقي 8 bijections، 8 اقترانات 1-to-1 and onto من 1-2-3-4 اللي هي طبعا رؤوس المربع إلى نفسها 1-2-3-4. وطبعا بلشت اولا بالروتيشنز الدوران، يا بدور بزاويه 90، اذا دورت بزاويه 90 الواحد بروح للاثنين، اثنين للثلاث، ثلاثه لاربعه، اربعه للواحد، فبنحصل على العنصر ار، هذا هو الروتيشن 90 درجه، واللي هو نفسه ار بلغه البيرميتيشن بيطلع 1-2-3-4. طبعا الايدنتيتي اللي هو ترك كل راس كما هو، هو عباره عن البيرميتيشن 1. الآن إذا بدي أدور بزاوية 180 درجة، طبعا بحصل على عنصر سميته R تربيع، ولقيت أنه R تربيع هذا عبارة عن نودي الواحد للثلاث، والثلاث للواحد، واثنين للأربعة، والأربعة للاثنين. R تكعيب طلع بهذا الشكل. الآن في عنصر سميته S، وS هذا هو الرفليكشن على محور التماثل B. هلا لو بدي اعكس رؤوس المربع على هذا المحور، الواحد بروح للاثنين، الاثنين بروح للواحد، سكرنا وفتحنا قوس اخر، الثلاثة بروح للاربعة، والاربعة بتروح للثلاث، فهذا العنصر اللي هو 1-2 سكر مضروب في 3-4 هو عبارة عن الاس، او سميته اس. الان انا بكفي اعرف R اللي هي 1-2-3-4 و S اللي هي 1-2 مضروب في 3-4 حتى أعرف باقي العناصر. فعليا هذا هو تربيع R، يعني ربع R بطلع هذا، كعب R بطلع هذا، هذا S، هذا العنصر هو RS، هذا هو R تربيع S، وهذا هو R تكعيب S. طبعا واحد بيسألني شو الأوبريشن؟ الأوبريشن دائما نتذكر لانه فانكشنز اكيد الاوبريشن راح تكون كومبوزيشن. طبعا هاي الجروب اوف سيمتريز اوف ذا سكوير رمزنا لها بالرمز D4، ولاحظوا لها اسم اتفقنا ايضا بالكتاب، يعني ممكن نحكي عنها الفورث دايهيدرال جروب، لكن الكتابنا بيستخدم هذا المصطلح اللي هو اوكتيك جروب. فاذا بتشوف كلمه اوكتيك جروب يعني هاي هي تماثلات المربع. وحكينا طبعا انه ممكن نعمم هذا، او يعني هذا الموضوع، بدل ما ناخذ مربع ناخذ اي شكل هندسي منتظم، خماسي، ثلاثي، سباعي، فبتقدر تكون D5 D6 D7 D8 الى اخره. وكل هاي الجروبس طبعا نون ابيليان، لانه تتكون من فانكشنز والكومبوزيشن مش تبديلي، وعدد عناصرها دائما بيكون 2 ضرب عدد الاضلاع او عدد الرؤوس ممكن، فبيكون 2 n. ننتقل الان لموضوع مختلف الى حد ما. في هذا الموضوع انا بدي ارجع اتحدث عن الايسومورفيك والنون ايسومورفيك اللي تحدثنا عنه في محاضرة سابقة. يمكن أنا أجلته، يعني هذا ممكن نقدمه، كان ممكن نقدم هذا الموضوع في محاضرة سابقة، يعني قبل محاضرتين أو ثلاث، لكن أنا أجلته لغاية ما أتعرف على D4 اللي تعرفنا عليها من شوي، لأنه رح نحتاجها حقيقة كمثال على هذا الموضوع. العنوان هو How to show that two groups G1 and G2 are not isomorphic. كيف بدي أثبت إنه two groups are not isomorphic؟ هلا نبدأ بالسؤال اللي قبله، كيف بثبت إنهم isomorphic؟
كبثت انه G1 و G2 isomorphic. اتفقنا الجواب انه اقدر اعرف homomorphism من G1 ل G2 يكون 1-to-1 و-on-2 اللي سميته isomorphism. يعني اذا قدرت الاقي isomorphism بين G1 و G2 شو ما يكون معرف يكون ما في مشكلة، بكون هيك ضمنت انه G1 و G2 are isomorphic وبيشبهوا بعض وبنعدوا في لغة الجروبس وكأنهم نفس الجروب. طب واحد شاف تو جروبس ومش عارف يثبت انهم isomorphic، حقيقة قد تكون G1 و G2 not isomorphic. طب كيف بدي يعرف انهم not isomorphic؟ شو هالصفات اللي ممكن تكون في G1 ما تكونش في G2 أو العكس، تخلي G1 و G2 مش متشابهات؟ حقيقة أنا راح أتناول 6 خصائص، 6 properties. هذول الخصائص الستة إذا توفرت أي خاصية في جروب ولم تتوفر في الجروب الثاني، خلص على طول بحكي إنهم هذول التو جروبس آر نوت isomorphic. على سبيل المثال، أول خاصية مهمة إنه إذا كان واحدة منهم سايكليك ولتكن مثلا G1 بينما الثاني ليست سايكليك G2، خلص على طول إذا واحدة سايكليك والثاني لا بنحكي عنهم are not isomorphic. مستحيل two groups واحدة سايكليك والثاني لا ويكونوا بيشبهوا بعض. الخاصية الثانية اللي هي كمان مهمة وبتفرق بين جروب وجروب اللي هي الأبيليان. خاصية الأبيليان، إذا G1 أبيليان على سبيل المثال بينما G2 ليست أبيليان طبعا أو العكس، عندها أيضا بنحكي G1 و G2 are not isomorphic. الآن خاصية ثالثة مهمة، إذا واحدة من التو جروبس فاينايت بينما الثانية انفينيت، أكيد كمان هدول التو جروبس مستحيل نحكي عنهم isomorphic. لازم الفاينايت يكون isomorphic لفاينايت والانفينيت لانفينيت. هلا حتى لو كانوا الثنتين فاينايت، هاي فاينايت وهاي فاينايت، برضه اذا عدد عناصر واحدة فيهم يختلف عن عدد عناصر الاخرى كمان هذول بالتاكيد بيكونوا not isomorphic. يعني هاي 4 خصائص. هلا الخاصية الخامسة، ممكن يكونوا الثنتين فاينايت وممكن يكونوا الثنتين فيهم نفس العدد من العناصر لكن ايضا يكونوا not isomorphic. كيف ممكن انا اختبر يعني احد الاختبارات المهمه انه G1 لا تشابه G2؟ بصير اطلع على العناصر اللي جوا، يعني حتى لو هاي فيها 8 عناصر وهاي فيها 8 عناصر وهاي نون ابيليان وهاي نون ابيليان، ممكن الآن يكونوا غير متشابهات. كيف؟ إني أقدر ألاقي على سبيل المثال في G1 ألاقي مثلا عنصرين، وهذا مثالها هاي كاتب C، إني ألاقي مثلا عنصرين الأوردر إلهم 2. هلا إحنا بنتحدث عن الأوردر مش للجروبس، يمكن تكون الأوردر للجروبس متساوية. هلا الأوردر للعناصر اللي داخل الجروب، يعني مثلا الاقي هون عنصرين الاوردر لهم 2 لكن G2 ما فيها عنصرين الاوردر لها 2، مثلا الاقي عنصر الاوردر له 4 بينما هون ما في عنصر الاوردر له 4، ممكن الاقي عنصرين او 4 عناصر الاوردر لهم 4 بينما في G2 فقط 3 عناصر الاوردر لهم 4 وهكذا. يعني اختلاف الاوردر للعناصر بين G1 و G2 يؤدي الى انهم not isomorphic. اخر خاصية، لاحظ معي الخاصية السادسة، اذا لقيت equation x تربيع تساوي a، x مجهول وال a هو عنصر في G1، يعني انا حاولت اعمل معادلة بالشكل التالي x تربيع يساوي a وال a في G1، طبعا احنا بنفترض هون انه بنتحدث عن multiplication، الاوبريشن multiplication. اذا هاي المعادلة لقيت لها solution لجميع عناصر G1، يعني شو ما تحط هون a مكان او داخل G1
بتلاقي سوليوشن لهاي المعادلة. بينما نفس المعادلة اكس تربيع تساوي A لما تاخذ كل عناصر جي 2 يعني الA من جي 2 ممكن ما تلاقي لها سوليوشن داخل جي 2. فإذا وجدت معادلة لها سوليوشن لجميع العناصر داخل جي 1 لكن في على الأقل عنصر في جي 2 هاي الإكويشن ما إلها سوليوشن، ساعتها كمان بنحكي عن جي 1 وجي 2 آر نوت آيسومورفيك. هلا أنا بدي أعطي سبيسيفيك إكزامبل يعني على جروبس من اللي درسناهم خلال المحاضرات السابقة. مثلا نبدأ ب ليش مجموعة الانتجرز زد مع الزائد not isomorphic ل الراشونال نمبر كيو مع الزائد. لاحظوا هاي انفينيت هاي انفينيت، تمام، هاي اندر اديشن هاي اندر اديشن، اوكي ما في مشكله، لكن ليش هدول not isomorphic؟ في معلومه بعرفها عن زد تحت الجمع بانها سايكليك، وهذا اخذناه زد هي سايكليك، بينما كيو is not cyclic، يعني ما بتقدرش تلاقي عدد نسبي مضاعفاته تعطيك كل كيو، مستحيل تلاقي. لكن زد نعم بقدر الاقي الواحد جوا زد، الواحد جوا زد لو اخذت كل مضاعفاته بحصل على زد، فكونها واحده سايكليك والثانيه لا معناته ار not isomorphic. نيجي على مثلا اس 3 اللي درسناها المحاضرة السابقة اللي هي عبارة عن الـ permutations أو symmetric group on three elements. هاي ليش not isomorphic ل Z6 مع إنه هاي فيها ست عناصر ثلاثة factorial وهاي فيها ست عناصر، لكن ليش هاي not isomorphic لهاي؟ السبب بكل بساطة هاي الZ6 والZN بشكل عام أبيليان، لكن S3 زي ما بنعرف هاي is not أبيليان لأنه ضرب البيرميتيشن ليس عملية أبيلية. إذا هاي كمان سبب خلى هدول مثلا not isomorphic رغم أنه هون عدد العناصر 6 وهون عدد العناصر 6. طيب لو جيت أخذت الآن الأعداد الحقيقية عدا الصفر R star مع الضرب وقارنتها مع الأعداد التخيلية the complex numbers عدا الزيرو، طبعا احنا بنشيل الزيرو عشان الأوبريشن اللي راح نشغلها هي الضرب. ليش الأعداد الحقيقية عدا الزيرو ليست isomorphic للأعداد التخيلية عدا الزيرو اللي هي C star؟ السبب عشان هذا الشرط، الشرط السادس اللي حكينا عنه. لو أنا جيت كونت المعادلة التالية x تربيع تساوي سالب واحد، الآن هاي شو ما يعني لاحظوا هاي x تربيع تساوي سالب واحد داخل c star إلها حل ولا ليس لها حل؟ لها حل، حلها اللي هو العدد التخيلي، طبعا جذر السالب واحد ككومبلكس نمبر مقبول اللي هو الاي او السالب اي، الاي والسالب اي بيحلوا لي هاي المعادله داخل سي ستار، لكن هل بقدر احلها داخل ار؟ لا، هذا بتناقض مع الاشياء اللي بنعرفها انه ما في عدد حقيقي مربع ممكن يكون سالب واحد، فكونه في لقيت معادله بتنحل هون وبتنحلش في هاي الجروب معناته هذول not isomorphic. نيجي على أربعة. هلا بدي أجي على دي فور اللي أنا حقيقة يعني بحث الجميع إنه يحفظها تماما، لازم نحفظ عناصرها، وإحنا مش بإيدنا رح نحفظهم، لازم نحفظهم لأنه رح ناخذ عليهم أمثلة، يعني دي فور هاي رح نتناولها في معظم محاضراتنا القادمة، وهي و اس 3 على سبيل المثال، وكيو 8 أحيانا، فتلقائيا لازم نحفظ هاي او يعني نكون يعني فاميليار مع عناصر هاي الجروبس. ف
فمثلاً دي 4 اللي بتتكون زي ما حكينا من الـ Identity 1 2 3 4 اللي هو R، 1 3 مضروب في 2 4 R تربيع، هذا R تكعيب، هذا اللي سميته S، هذا RS، R تربيع S و R تكعيب S، هذول 8 عناصر. هاي نون أبيليني جروب. Q8 كمان أخذناها في محاضرة سابقة، 1 سالب 1 I سالب I J سالب J K سالب K. واللي ناسي Q8 كيف بنضربها، كنا نحكي الواحد بثبت كل العناصر Identity، السالب واحد بغير إشارات، الآي أي عنصر تضربه في نفسه، الآي تربيع سالب واحد، الجي تربيع سالب واحد، الكي تربيع سالب واحد. هلا الآي والجي والكي بيعملوا زي سايكل، آي في جي بيكون كي، بينما ك في جي العكس يعني بيكون سالب اي، وهكذا. يعني في طريقه بامكانكم ترجعوا تشوفوا الملتيبليكيشن تيبل لكيو 8 حتى تتذكروا كيف احنا بنضرب عناصر كيو 8. الان هاي فيها 8، هاي فيها 8، هاي نون ابيليان، هاي نون ابيليان. ممكن الواحد يفكر هل هم فعلا ايسومورفيك؟ نيجي الان على هذا الشرط، هذا الشرط الدقيق، انه ندخل جوا لجروب جي 1، ندخل جوا دي 4 ونتطلع على الاوردر للعناصر. تعالوا انا بدي احسب الاوردر لعناصر دي 4 عنصر عنصر، وبرضه بدي احسب كمان الاوردر لعناصر كيو 8 عنصر عنصر. اولا الواحد الاوردر له واحد لانه بترفعه اس واحد بعطيك الايدنتي. الواحد اثنين ثلاثة أربعة اتفقنا أي سايكل الأوردر إله هو طوله، طوله أربعة معناته الأوردر إله أربعة. هذا اللي هو واحد ثلاثة اثنين أربعة هذا مش سايكل، طب كيف بدي أعرف الأوردر إله؟ على قاعدة the least common multiple، هذا حاصل ضرب disjoint cycle، هذا لحاله الجزء طوله اثنين وهذا طوله اثنين. كيف بنحسب الاوردر لواحد ثلاث مضروب في اثنين اربعة؟ least common multiple للاثنين واثنين اللي هو كم يساوي؟ اثنين. least common multiple لاثنين واثنين هو نفسه الاثنين، اذا هذا الاوردر له 2. هذا بما انه سايكل وحيد طوله اربعة اذا الاوردر له اربعة. هذا بنفس قاعدة least common multiple لاثنين واثنين بيطلع اثنين، هذا كمان least common multiple لاثنين واثنين اثنين، هذا سايكل وحيد بس كمان طوله اثنين، واثنين اربعة كمان طولها او الاوردر له اثنين. فلاحظوا عناصر دي 4 فيها عنصر الاوردر له 1 وفيها عنصرين هاد وهاد الاوردر لهم 4، وخمس عناصر المتبقية، خمس عناصر المتبقية الاوردر إلها 2. تعالوا نروح على Q8 نشوف، لازم حتى تكون ايسومورفيك إلها يكون فيها نفس عدد العناصر من اوردر 1 و 2 و 4. طيب Q8 فيها الواحد، الواحد الاوردر إله برضه واحد، يعني هاد بيشبه هاد ما في مشكلة. تعال على السالب واحد، شو الاوردر للسالب واحد؟ شو العدد اللي بربعه أو عفوا شو الأس اللي بستخدمه لما أرفع السالب واحد إله حتى أحصل على الواحد؟ تربيع. هلا سالب واحد تربيع بعطيني واحد، معناته هذا العنصر الأوردر إله اثنين. أنا لازم ألاقي خمس عناصر الأوردر إلهم اثنين. طب تعالوا على الآي، الآي شو الأوردر إله؟ طبعا إحنا بنعرف الآي شو الأوردر إله لأنه سبق. هلا يعني الآي لو جيت أنت رفعته للأس واحد بعطيك نفسه، I تربيع بعطيك سالب واحد، أنا بدي أظني أرفع الآي لما أحصل على الواحد، I تكعيب بعطيك سالب I. هلأ I قوة أربعة هو اللي بعطيني واحد، معناته شو الأوردر للآي؟ الأوردر للآي أربعة، السالب I برضو أربعة، الJ أربعة، سالب J كلهم بيشتغلوا نفس الإشي، أربعة وأربعة وأربعة. فأنا عندي في Q8 عنصر الأوردر إله 1 وعنصر واحد بس الأوردر إله 2 وست عناصر المتبقية الأوردر إلهم 4.
إذا ما في تطابق في الأوردر لعناصر Q8 و D4. يعني أنا ممكن أحكي بكل بساطة، أقول D4 is not isomorphic لQ8. ليش؟ لأنه طلعوا هون أنا كاتبها there are exactly one element in Q8 of order 2 اللي هو سالب واحد، بينما on the other hand D4 كم عنصر فيها الأوردر إلو 2؟ has exactly 5 elements of order 2 اللي هم زي ما حكينا 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 مضروب في 2 4 وآخر واحد اللي هو 1 4 في 2 3. فبناء على هاي القاعدة اللي ذكرتها بنحكي إنه D4 ليست isomorphic لQ8. حقيقة احنا بنكون مسرورين لما نلاقي انه two groups are not isomorphic، لانه اذا كانوا isomorphic معناته هم بيكونوا algebraically نفس الجروب، يعني ممكن التعامل مع واحدة فيهم يغني عن الثاني، لكن هون احنا عندنا two different groups. ننتقل لشريحة من الاكسرسايزز. هون في هاي الاكسرسايزز اللي هي 4-1 يعني كلها اتوقع يعني سهلة ومباشرة، وذكرنا او اعطينا امثلة مشابهة لها في المحاضرات السابقة. اول سؤال بحكي لي express each permutation as a product of disjoint cycles and find the orbits of each permutation. سبق وقلنا كيف نكتب على شكل disjoint cycle. تفتح قوس، بدي ابدا ب A مثلا، افرض بدي احل A، هي فتحت قوس تمام. الان احط الواحد فاصل صورته 4، بعدين الاربعة صورته 1 معناته سكرنا، اذا 1 4 4 1 هي سكرنا، بنفتح الاثنين 2 5 5 2 معناته سكرنا، الثلاث رايح لنفسه بكتبوش، معناته هذا كيف بنكتب على شكل حاصل ضرب disjoint cycle، 1 4 سكر 2 5 سكر، هيك بنكون كتبنا بالشكل المطلوب. طيب الاوربتس، الاوربتس حكينا هم عناصر السايكلز، انت لما تكتبوا على شكل حاصل ضرب disjoint cycles المجموعات اللي بتتكون منها عناصر هاي السايكلز هي اللي بسميها اوربتس. فمثلا اول اوربت في الواحد مع الاربعه مجموعه، الاوربت الثاني في 2 مع 5 مجموعة ثانية، والاوربت الثالث في فقط العنصر 3 اللي رايح لنفسه، بي بنحل بنفس الطريقة. طيب نيجي على سؤال آخر بحكي لي express each permutation as a product of disjoint cycles، معناته تلقائيا أنا بعرف إنه هذول أكيد معطيني إياهم not disjoint، وبده يعني اكتبهم على شكل disjoint cycle، وبده يوجد بعد ما يكتبهم على شكل disjoint cycle الاوربتس لايتش permutation. هذا هو اللي اشتغلنا تماما في المحاضرة السابقة، بس انا ما كنت عاملهم بهذا الشكل، كنت واحد مسميه F، الثاني سميته G، والثالث سميته H، وعملت مخطط سهمي بتتذكروا كان على يمين الشريحة، وبديت أحكي الـ H تأخذ الواحد للأربعة، الـ G تأخذ الأربعة لنفسها، والـ F الأربعة لنفسها، فبالمحصل الواحد راح للأربعة، هلا الأربعة تحت H بتروح للثمانية، الثمانية لنفسها، الثمانية لنفسها، معناته الأربعة للثمانية، الثمانية راحت للسبعة، السبعة راحت لنفسها وراحت لنفسها، معناته كمان الثمانية صورتها سبعة، هلا السبعة صورتها واحد تحت اتش، الواحد تسعة والتسعة اثنين، معناته السبعة راحت للاثنين، وبتكمل لغاية ما تحصل على يا اما سايكل وحيد او حاصل ضرب disjoint cycle. طبعا بعديها كيف نوجد الاوربتس؟ بناخذ كل سايكل على حدة، بناخذ مجموعة عناصره، فبناخذ هاي المجموعات طبعا اللي هي بتشكل بارتيشن للمجموعة من واحد لتسعة، وبتكون هي الاوربتس بي وسي بنفس الطريقه. السؤال الثامن بحكي لي انه في هذا السؤال الثاني اكتب كل بيرميتيشن
على شكل product of transpositions. برضو ارجعوا للمحاضرة السابقة وشوفوا كيف كنا نكتب أي permutation على شكل transposition. نبدأ بـA مثلا، كيف بدي أكتب هذا على شكل transposition؟ اكتبوا معي. الواحد باخده مع الثلاث، سكر، هي أول transposition. نفس الواحد برجع باخده مع الاثنين، هي صار ثاني transposition. والواحد مع تسعة، هي ثالث transposition. إذا عندنا هون من هذا السايكل أخذنا 3 transpositions. نبدأ الآن بالسايكل اللي بعده، بتاخذ واحد مع خمسة، واحد مع ستة، واحد مع تسعة، هي كمان ثلاث، ثلاثة وثلاث صاروا ستة. وهون واحد مع سبعة، واحد مع ثمانية، واحد مع أربعة، هي كمان ثلاث. فطلع بالمحصلة عدد الترانسبوزيشنز اللي بقدر أكتب فيها هذا البيرميتيشن تسعة. تمام؟ نفس الشيء تشتغل بي وبتشتغل سي. هلا في السؤال الرابع برضو اعتمادا على هذا الاكسرسايز بيقول لي مين بيطلع من البيرميتيشن ايفن ومين بيطلع اود. هلا على سبيل المثال انا هون ايه لما كتبتها على شكل ترانسبوزيشن طلع كم عددهم؟ طلع عددهم تسعة. فعلى طول بحكي انه هذا اود. حاول تعرف هذا كمان ايفن ولا اود، وهذا نفس الشيء. هلا في السؤال التاسع معطيني F بهذا الشكل 1 2 8 3 4 7 5 6. بتطلع بقول الحمد لله انه هذا حاصل ضرب disjoint cycle، لان حتى اعالجه او حتى اشتغل فيه او انفذ اي مطلوب لازم يكون مكتوب على شكل حاصل ضرب disjoint. طبعا اذا ما كانش مكتوب انا بكتبه بالطريقه اللي اشتغلنا فيها هذا المثال اللي هو سؤال اثنين. طيب هو طالب مني لهاي الاف، بده اف تربيع، بده اف تكعيب، وبده اف الانفرس. بدي اياكم تركزوا على اللي راح احكيه الان. هلا لما تيجي تحكي اف تربيع يعني كانك بتضرب اف في اف. الان انت كانك بتربع هذا حاصل ضرب هالتو سايكلز. الان بدك تدير بالك الضرب غير تبديلي، فانت لما بدك توزع اي بي بشكل عام تربيع ما بتحكي اي تربيع في بي تربيع، يعني اياك تربع هذا وتربع هذا وتضرب، لا تمسك هذا تكتبه مره ثانيه 1 2 8 3 4 7 5 6. الان بتيجي بعد هيك بتعمل المطلوب، يعني بتبدأ انك تعمل composition ل 4 permutation. نفس الشيء بالنسبة ل هذا المثال. اف تكعيب كمان بنفس الطريقة. اف inverse، هون انا بدي اركز على اف inverse. شو معنات انك توجد اف inverse لهذا البيرميتيشن؟ اولا الانفرس لحاصل الضرب كيف بتوزع، يعني لو بدي اسكر هون قوس وهون قوس واكتب انفرس، الانفرس كيف بتوزع؟ هو انفرس الثاني بتوزع بشكل عكسي لانه بنتحدث عن نون ابيليا، يعني انفرس هاد في انفرس هاد. هلا كيف بوجد انفرس هاد؟ بمشي عكس عقارب الساعه، يعني هيك بمشي 3 6 6 5 5 7 7 4 4 3. هذا بنضربه في الانفرس للاول اللي هو 8 او 1 8 8 2 2 1، فبيطلع عندي الانفرس للعنصر اف. كذلك الامر بالنسبه لهذا العنصر. سؤال 10 بيحكي لي احسب جي اف جي انفرس. جي اف جي انفرس اللي هو الكونجيجيت اوف اف باي جي. طبعا هاي يمكن انا ما ذكرتها العباره، دائما اذا بحطوا عنصر بين عنصرين يعني واحد وانفرسو بسموا هذا العنصر اللي بيكون شكله هيك كونجيجيت للعنصر اللي بالنص اف باي جي. انت بتعمل كونجيجيشن للاف باي جي. اوكي، الان بده يحسب جي اف جي انفرس لما يكون الاف بهذا الشكل والجي بهذا الشكل. طيب انا ذكرتها المحاضره السابقه،
قلنا انت ما في داعي تاخذ جي انفرس وتحسبه وتضرب الان جي في اف في جي انفرس وتعمل كومبوزيشن ل 3 بيرميتيشنز، وانما دائما وابدا جي اف جي انفرس شكله بيكون نفس شكل اف، لكن بدال ما تاخذ 1 3 5 2 في 4 6 بتاخذ نفس الشكل بس بتقول جي الواحد جي الثلاث جي الخمسه جي الاثنين جي الاربعه وجي السته، وهيها جي موجوده امامك تقدر توجد كل هاي الصور، وهيك بتكون حصلت على هذا العنصر. في سؤال 18 بيقول لي construct a multiplication table for the octet group describe an example 11. طبعا احنا example 11 هو نفس الاكزامبل اللي حكينا عنه دي 4، هي بسميها بالكتاب اوكتيك جروب اللي فيها ثمان عناصر اللي هي اي وار وار تربيع وار تكعيب واس الى اخره. بده يعني اعمل الملتيبليكيشن تيبل، فبتوقع منكم انتم تقدروا تعملوه الان لانكم بتحطوا عناصر هاي المجموعه في صف والعناصر نفسها في عمود، وبنقدر نعمل التيبل الخاص فيها. اخر سؤال بطلب مني find all the distinct cyclic subgroups of the octet group in exercise 18. طبعا يعني في هذا الاكسرسايز انا بقدر اوجد الاوكتيك جروب. الان بدي احاول اوجد بعديها كل السايكليك subgroup من هالاوكتيك جروب برضه، يعني حلوه وان كان يعني سؤال 19 تحديدا أنا راح أرجع أحله لاحقا بشكل أعم، يعني لاحقا في محاضرة لاحقة مش بس راح أوجد السايكليك سب جروبس، راح أوجد كل السب جروبس من الدي 4 اللي هي راح تكون نفسها حقيقة. يعني اليوم يمكن يعني محاضرتنا مختصرة نوعا ما، فبتمنى من الجميع إنه يحل هاي الأسئلة ويسألني إذا يعني لزم الأمر، ممكن أرجع وأعمل لكم أنا شريحة أو خلينا نحكي إثراء لهذه المحاضرة بإني أحل الأسئلة اللي ممكن تلاقوا فيها أي صعوبة. يعطيكم ألف عافية.